أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفع الله بعلومه وعلم شيخنا في الدارين آمين. آمين. والثالث أن يكون مستبشرا، وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه. ده كلام جميل. عدم فهم المصطلحات يؤدي إلى أخطاء في الفهم. عدم فهم المصطلحات يؤدي إلى أخطاء. الأكابر إن لم نفهم كلامهم نقع في مصائب. قال مولانا محي الدين ابن عربي، محي الدين ابن العربي هو المفسر وهو الصوفي في عصر واحد في بلد واحدة، الاثنين مالكية، لكن واحد اشتهر بالتفسير والآخر اشتهر بالإيه؟ بالتصوف. ففرقوا بينهما أن الأول الصوفي قالوا ابن عربي من غير الألف واللام، والثاني قالوا ابن العربي بالألف واللام. فإذا قلنا ابن العربي، العربي هو مين؟ المفسر. وإن قلنا ابن عربي هو الصوفي، لكن الاثنين في الأصل هم كده. شيل ده محمد، شيل عشان أشربها وأنا مروح، خليك معي. قالك ماذا؟ قال إذا دخلت السين في الشين ظهر قبر محي الدين. إذا ظهر إيه؟ السين، حرف السين في حرف الشين ظهر قبر مين؟ محي الدين. هذا كلام صعب أوي. يعني سين تدخل على شين تبقى يعني سش. ما علاقة قبر محي الدين بسين وبشين؟ هكلي ولا شاء الله. ده منكر للأولياء، ده منكرات. إذا دخلت السين في الشين ظهر قبر محي الدين. هذا الكلام لم يفهمه أحد. أنا مش فاهم. إلى أن جاء السلطان سليم الأول. سليم مين؟ سلطان دولة العثمانية. ماذا فعل؟ دخل بلاد الشام في المعارك العثمانية. شوف سين السلطان مين؟ سليم. الشين اللي هي ميم. فكان محب لمولانا محي الدين ابن عربي، فبنى على قبره مسجدا في جبل قاسيون. شفت؟ إذا دخل السين السلطان سليم الأول في الشين اللي هي مين؟ بلاد الشام، ظهر قبر محي الدين لأن سليم الأول بنى مسجد على قبره. مين يفهم هذا الكلام؟ سؤال بس، مين يفهم هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت الآية غلبت الروم ثم يكمل في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سا. أنا أسأل سؤال، لم يتوقع أحد أن الروم تنتصر. أنا عايز أفهمك أن في كلام ممكن لا تفهمه الآن لعدم تحققه، لكن إذا تحقق صار الأمر سهل. قالوا أن الفرس هزموا الروم هزيمة قوية جدا جدا، والعالم كله قال مستحيل أن الروم ستقوم مرة أخرى زي الآن كده، مستحيل روسيا تعود تحارب أمريكا زي زمان. بوتين يعني يفعل شوية، يجتهد شوية، لكن العقل يقول خلاص الاتحاد السوفيتي تفكك سنة 92، مستحيل يعود الاتحاد السوفيتي مرة أخرى. ممكن يعود، ليس على الله بعيد.
لكن هل أنت تصدق الآن أن الاتحاد السوفيتي ممكن يعود مثل 70 و60؟ ها؟ صعب. لكن الله قادر، لكن عقلي يقول صعب. الناس كانت تقول صعب أن الروم تنتصر، كيف يأتي القرآن ويقول الروم ستنتصر؟ بضع سنين، 9 سنوات والروم انتصرت على الفرس انتصار ساحق. لكن من يفهم هذا الكلام؟ صعب، صعب. هو ده الأماني، هو ده الأماني. الكلام مش مفهوم. ليه مش مفهوم؟ مصطلحات. أنا أتكلم معكم وأقول وضبطوا النقدين حرام أو مكروه. أنا مش فاهم يعني إيه نقدين. أنا أفهم أن نقد يعني نقود، النقود يعني فلوس، يعني أوراق، جنيه، 5 جنيه. لكن المراد بالنقدين الذهب والفضة. والضبة المراد بالضبة من كسر من الشيء وأردنا التحامه. من لا يفهم هذه المصطلحات لا يفهم العبارة. من لم يفهم هذه المصطلحات لا يفهم العبارة. أنا أعرف الأفضل، لكن أنا لا أعلم معنى كلمة الأولى. أنا أعرف كلمة ممنوع، لكن لا أعرف كلمة محظور. ومن هنا إذا وجدت الشيخ يتكلم بكلام مش مفهوم اسأل، لكن لا تجعل نفسك تجتهد فتصل إلى ضلال. أنت لو تعرف أهلا وسهلا. لا، علشان بس البرستيج الميكروفون لا يغضب. فهمتم يا ابني؟ خلاص. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ته. الواد ده جيلة، ده جيلة. عارف يعني ايه جيلة؟ جيلة يعني مادو. عارف يعني ايه مادو؟ مادو يعني جيجئ. تعرف يعني ايه جيجئ؟ مش عارف. مصطلحات. جيلة، جيلة، جيلة يعني مجنون. مادو يعني عسل. جيجئ يعني معفن. دي مصطلحات. من يعرفها أهلا وسهلا. هيا بنات تسمعون الصوت؟ من يعرفها، شوف شوف، أنت تضحك لأنك تعرف. أدي من ذاق شراب القوم أدرك المعنى. لكن جاهل لا يعرف ويتكلم. الشافعي رجل ونحن رجل. يا ابني تلم واسكت. الشافعي رجل، أما أنت ممكن رجل. الشافعي رجل، ماشي، لا نعترض، لكن أنت انت مش عارف يعني ايه الرجل ورجل، صح؟ تبقى قاعد ورا مش فاهم حاجه خالص. رجل يعني مان، رجل يعني زاني بلغه هؤلاء الاشرار الاخيار. شوف بص قاعد مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه خالص. كيف كيف ونحن نتكلم في بعض المصطلحات بسيطه ادركت ان في فرق بين من يعرف ومن لا يعرف. كيف بعلم زي علم الأخلاق والتصوف تتكلم فيه؟ كن في يد شيخك كالميت. يعني ايه معناه؟ يعني شيخك يقول لك أنت تملك 1,000,000 جنيه، هات 1,000,000 جنيه، أنت ميت، خذ. لا يمهل أنا. ميت يعني تطيع، سواء تعرف أو لا تعرف. فاليوم لا تعرف، غدا سوف تعرف. أنا أذهب إلى الطبيب، يقول مولانا نعم لا بد أن تأخذ هذا الدواء. أنا قلت هذا الدواء يتعبني. قال أنا أقول تأخذه. تأخذ ولا لا تأخذ؟ تأخذ، لأنك لا تفهم في الدواء. أنت تطيع من إيه؟ من يفهم. فإذا كان هذا العالم طبيب، هذا المربي طبيب، فإن المريد مريض، فعلى المريض أن يسمع كلامها الطبيب. لكن من البداية من هو المربي الذي يرشدك إلى الله؟
ويربيك على فعل الخيرات. ليس المربي استغفر الله يأخذ مالك ويأخذ أولادك ويعترض على عرضك. يقول لك مرة قال واحد لامرأة كوني في يد الشيخ كالميت، فصارت كأنها ميتة والشيخ يزني. استغفر الله. لا، العبارة لها فهم، كالميت لأن الميت ينفذ. إذا الشيخ أمر بأمر معناها أنك تطيع بدون أن تتكلم أبدا. الشيخ يفهمك قال الله وقال الرسول، ليس حكر على أحد، لكن النتيجة أنت لا تعرف. أنا ابني أقول له نام بدري. ليه نام بدري؟ حتى يستيقظ ويذهب إلى المدرسة. جيد، هو في اعتقاده أنه يتفرج على الفيلم أو التمثيلية أفضل، فأنا أعرف مصلحته أكثر منه. هذا شيخك. الشيخ لما يأتي بامتحان صعب أنت تذاكر، لكن لما يأتي بامتحان سهل أنت لا تذاكر. الشيخ عندما يكون قوي ويرسب الطلاب، الطلاب تذاكر. إنما يأتي شيخ كله ناجح كله ناجح، لا يذاكرون. فهمت يا ابني؟ هذه القضية. ومن الحب ما قتل. من يعرف هذه العبارة؟ كيف الحب يقتل؟ الحب يقتل لأن الرأفة الزائدة عن اللزوم تؤدي إلى مفسدة. كل ده تربية. خلاص، قول يا سيد بطاطس. تربية، تاء راء باء، تربية، ياء ت مربوطة، تربية، تاء تاء تي اي ها ار تربي اي ها ها واي ت مربوطة. تربية، تربية معناها ها ايش اتش ايش، مش انت تقول عليها ايش؟ سيدة نزيهة تقول لي تي اي اس اش اش، انا مش عارف يعني ايه اش، اسمها اتش، ما هي ما لسه مش فاهم حاجة. تقول لك اش، يعني كله انجليزي وتأتي في الاخر تقول لك اش. حتى الانجليزي افسدتوه. مصطلحات، مصطلحات. من ذاق شراب القوم ادرك المعنى. مصطلحات. المحروم، كيف المحروم يحكي؟ المحروم الذي لا يعرف، لكن من ذاق عرف، ومن عرف التزم، ومن التزم نجا. من ذاق شراب القوم أدرك المعنى. قل يا ابني. وكان سؤاله للاستفادة، لكن لكونه بليدا لا يدرك الحقائق. بليد يعني ايه بليد؟ غير ذكي، غير قوي، لا يدرك الحقائق. شوف مولانا، هذا التليفون انا اريد بيعه بكم يا مولانا؟ انا مش عارف. ده تليفون. طيب انا ابيعه بألف جنيه يا مولانا تعالى. هذا بأربع آلاف جنيه. أنا لا أعرف، لا أعرف القيمة، فممكن أبيعه بألف، وممكن يأتي واحد ويقول 800 900 700، ممكن. لكن لو أنا أعرف القيمة وجاء واحد وقال هذا بألف وتمن أربعة، أنا أقول له أنت جيلة مجنون. بأربع آلاف تريد أن تشتري بألف؟ قال تعالى ولا تبخسوا الناس أش. لكن من يعرف يقدر. أنا اشتريت كتاب الأم مجانا. كيف مجانا؟ جئت به مجانا من بائع بطاطا. تعرف السوق، رجل يبيع خضروات كده بطاطا. وجدت كتاب الأم زمان سنة 86، معظمكم كان في اللوح المحفوظ. لكن أنا ليس عندي مال، وفي نفس الوقت أنا يعني أتألم، سيمزق الكتاب في البطاطا حرام. فقلت له هذا الكتاب أنت تريده؟ يعني إيه معناه تريده؟ دي أوراق أنا أعمل بها. فقلت له هذا كتاب الأم فقه شافعي، أنا أريده لكن ليس عندي مال. قال خذه. أي المشكلة؟ أخذت ورق أحمر
وأفعل له جلاد جميل جدا خلاص. الله أكرمني بعد ذلك واشتريت طبعة أفضل وأعطيت لأحد الأصدقاء زارني هدية. ده أنا أعرف القيمة، لكن هو لا يعرف، هو لا يعرف. أنت عندما تبحث عن كتاب مش مطبوع وتدفع فيما تدفع، يا سلام تسعد، تسعد. ليه؟ لأنه كتاب. من يعرف الكتاب؟ من يعرف العلم. أما من لا يعرف العلم، يعرف موبايل، يعرف ساعة، يعرف طعام، يعرف شراب كده. أكرر، من ذاق عرف. أما من لم يذق طعم حلاوة الطريق إلى الله، مهما تصف إليه لن تدرك. هذا كلام الغزالي في البداية عندما جاء الرجل العنين الذي لا يستطيع أن يجامع النساء، فأرسل لصديقه وقال صف لي لذة الجماع، جماع النساء. فقال الرجل كنت أعلم أنك عنين، لكن الآن عرفت أنك عنين وأحمق. هذه اللذة ها تدرك ولا توصف. فهمت يا ابني؟ تدرك ولا ايه؟ صف لي لذة الجماع. ايه لذة الجماع يعني؟ وناكل بطاطس ونقول في ملح، في شطة، في فلفل، أعوذ بالله. لكن لم يعرف، من ذاق عرف. قول يا سيد بطاطس، أعوذ بالله. فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا. لا تنشغل به، ليس كل من يسأل نجيب. أحيانا إذا أعطيت، غالبا إذا أعطيت العلم لمن لا يستحقه أنت تضره. خلاص، إذا أعطيت العلم لمن لا يستحق تضره. مرة زمان جابوا بعض المدرسات وأنا أعطيهم دورة في علم العقيدة، فأنا أشرح لهم فتح العلام، فأشرح الصفة نفسية وسلبية، وهم استغفر الله العظيم يعني زعلانين قوي مش فاهمين حاجة، وأنا أظن أني أشرح لهم كلام العوام، عقيدة الإيه العوام. في الآخر خالص قالوا إحنا مش فاهمين حاجة. قلت حرام عليك، ونحن نشرح بأسلوب سهل وباختصار. قالوا الإسلام سهل، ليه صعب كده؟ أنا أعتقد أنني أشرح أسهل كتاب، وأنتم تعرفون يعني أنا أسلوبي، وأنتم عجم، لكن أنا أسلوبي سهل وكلامي سهل الحمد لله، ليس في صعوبة. فكيف وأنتم عرب؟ صعب، لأنهم ليسوا أهل علم. ما دام ليسوا أهل علم انتهى الأمر. يلا يا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ده كلام خطير. إذا كلمت الناس بما لا يفهمون لا تغضب. إذا كلمت الناس بما لا يفهمون لا تغضب. أنت سبب. إذا أرسل الله رسولا أرسله بلسان قومه، كيف يأتي الرسول ويتكلم بكلام الناس لا تفهمه؟ أنا الشيخ هو جاي أشرح هذا الكلام، إيه رأيك إن كلامي أصعب من كلام الغزالي؟ لماذا جئته؟ يعني لو الشيخ الآن يشرح بطريقة أصعب من الشيخ الغزالي، طب لماذا أنا جئت هنا؟ جئت هنا حتى أكون حلقة وصل بين أسلوب الغزالي وبين أسلوبكم. أنا مشترك يربط الغزالي ويربطكم. فإذا الشيخ يتكلم في هذا العصر بكلام لا يفهمه أهل العصر ليس له فائدة. لذلك الرسول كان يتكلم بلغة العصر صلى الله عليه وسلم. مثال، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنجبت زوجتي رجل طفل أبيض، استغفر الله، طفلا أسود، موجودة في البخاري، طفل أسود، أيوة طفل وأسود، نعم أسود، وأنت؟ أنا أبيض. هو أبيض، هو بوته، لكن الولد هتام صعب، لكنه في حرج، رسول يفهمه.
يفهم لغته، يعني عاوز يقول ان الزوجة ممكن تكون زنت لكن ليس عندي شهود. فالرسول يسأله ماذا تعمل؟ اذا انت تسأل انت الاقوى، انت المسؤول، انت الاضعف، كيف تصل الى الحقائق بالسؤال؟ فهمت؟ هذا الكتاب بكم؟ 20 جنيه. من أين اشتريته؟ من معرض الكتاب. سنة كم؟ 10 سنين. 10 سنين كان 20 جنيه مبلغ كبير. تستطيع تقع تعرف أنه كذاب ولا صادق. هذا الكتاب اشتريته من فين؟ من 10 سنين. مطبعة إيه؟ كشيدة. مطبعة كشيدة عمرها 4 سنوات ليس 20 سنة. إذا التفاصيل تستطيع إيه؟ تثبت أنه إيه؟ تثبت أنه كذاب في التفاصيل في الأسئلة. فالرسول يسأل ماذا تعمل؟ قال أعمل راعي إبل. السؤال الثاني ما لونها؟ قال أحمر. الرسول يسأل لا يوجد فيها جمل أزرق؟ قال يوجد. قال الجمال كله أحمر، كيف جاء الجمل الأزرق؟ فقال لعله عرق. فقال له الرسول أنت لعله عرق. هذا الرجل راعي غنم، راعي إبل، عقله بسيط. نمرة اثنين ماله؟ وقع في مشكلة. أنا أبيض والزوجة أبيض، كيف الولد أسود؟ فذهب يسأل مين؟ أهل الخبرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أبيض، زوجة أبيض، كيف الولد أسود؟ تعال الرسول الأصل دي جينات. انت عندك جينات وراثيه، جدك كان اسود فانتقلت الجينات مع الحيوانات المنويه فالتقت مع البويضه فصار الولد لونه اسود. انا مش فاهم يعني ايه جينات، ولا فاهم يعني ايه بويضه، ولا فاهم يعني ايه وراثه، ولا فاهم حاجه خالص. خاطب الناس على قدري، عشان كده القران ياتي بامثله كمثل العنكبوت اتخذت بيت العنكبوت، تعمله كده يقع. يضرب مثال بالدابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله. الله يرزق الدابة التي لا تعمل، ألا يرزق الإنسان الذي يعمل؟ طيب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت عملك ماذا؟ قال أنا عندي إبل جمل، أنا أطعمه وأسقيه وأبيعه وأشتريه. قال لونه ماذا؟ قال لونه أحمر. قال خلاص لا يوجد مع الجمال الحمراء جمل أزرق؟ قال يوجد جمل أزرق. قال من أين جاء؟ أبوه أحمر وأمه إيه حمراء، لماذا جاء الولد أزرق؟ فقال الراعي لعله عرق، أبو هذه الناقة كان أسود أزرق. فقال له كذلك أنت، أنت أبيض والزوجة بيضاء، لكن ممكن أبوها كان لونه أسود، فالجينات الوراثية انتقلت إلى جاءتك. فهذا ليس معناه أن المرأة زانية. شوف حط هذا مع هذا، انتهى الأمر. ده مخاطبة الناس بيه مولانا على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. السائل مريض والمفتي طبيب، وعلى الطبيب أن يصف دواء في استطاعة المريض. يا مولانا نعم أنت مريض، العلاج دواء، هذا الدواء لا يوجد إلا في أمريكا، كيف أحصل عليه؟ أسافر أمريكا واشتري دواء وأعود؟ أنا أريد دواء في الصيدلية. أنا أريد أشتري دواء فين يا مولانا؟ صيدلية. لا تقول لي دواء ممنوع. هذا الطبيب الجيد يصف دواء موجود، لكن دواء غير موجود كيف نأتي به؟ وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما لا يكون مغلوب الحسد والغضب. إيه مأمون؟ لأنه لو يحسد لن يستجيب. الحسد مرض قلبي. ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة التي عند الغير وتسعى في زوالها. تسعى في ماذا؟
في زوالها. طيب، الحسد يؤدي إلى بغضاء، لأنني أنا أشعر أنني أفضل منك، لكن الله أعطاك ولم يعطيني، فتصير بغضاء. فعندما تقابلني لماذا تكرهني؟ أنا أكرهك لأنك أفضل مني، وفي الحقيقة أنا أعتقد أنني أنا الأفضل. خلاص، أدي الحسد، تمني زوال إليها النعمة. قول يا حبيبي. وحب الشهوة والجاه والمال. الجاه السلطان، الجاه السلطان، المال معروف، الشهوة معروف، لكن الجاه المنصب السلطان، هو يريد أن يكون وزير على طول، إمبراطور على طول، ملك على طول، رئيس جامعة على طول. لا، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هذا الكرسي أنا أريد أن أجلس عليه أنا فقط، صعب. هناك من جلس قبلك وهناك من يجلس بعدك، فلو كان هذا الكرسي لك وحدك كيف وصل إليك؟ انظر كده إلى المكان في الأزهر الشريف كده، واحد يتعجب. 1000 سنة كان يجلس البجولي، وكان يجلس مولانا الغماري، وكان يجلس مولانا الشيخ صالح الجعفري، وكان يجلس الشيخ إسماعيل صادق العدوي، وكان يجلس قبله البيجوري، وكان يجلس الدردير، وكان يجلس الشرقاوي، وكان يجلس فلان، وكان 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 يجلس الرملي الصغير، وكان يجلس الرملي الكبير، وكان يجلس زكريا الأنصاري، والآن يجلس هشام. دي القضية. كل هؤلاء، ابن قاسم كان يجلس في الأزهر، الشرقاوي كان يجلس في الأزهر، وأنا الآن أجلس في الأزهر، وسيأتي يوم ممكن أنت تجلس في الأزهر. أنا كنت أحضر لمجلس مولانا الشيخ علي، ما كنت أظن في يوم من الأيام أن أجلس على كرسيه، جلسته. الشيخ إسماعيل صادق العدوي كان أمنيا أن تسلم عليه وتقبل إيده، الآن جلسته. لو دامت لغيرك كيف تصل إليك؟ فلماذا الحسد ولماذا البغضاء؟ ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. القناعة كنز لا يفنى، إن لم ترضى بما قسم الله لك سلطت الدنيا عليك، فجعلتك ترى عيوبك أمامك كالمرآة، ولن أغير من حالك شيئا. قل يا ابني. ويكون طالب الطريق المستقيم. إيه الطريق المستقيم؟ أقرب طريق إلى الهدف المستقيم، أقرب طريق يوصلك إلى الهدف المستقيم. أكرر، أقرب طريق يوصلك إلى الهدف الخط المستقيم. كيف تصل على الخط المستقيم؟ واعتصموا بحبل الله. الخط المستقيم هو الشرع. كيف الشرع؟ بأن تفعل ما أمرت وأن تجتنب عما نهيت، هنا تصل إلى الله. ولمن خاف مقام ربه جنة، لأنه أطاع الأمر، وجنة لأنه انتهى عن مين؟ عنه، عن النهي. قول يا ابني. ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد. هو ده المشكلة. أنت عندما تسأل لا تسأل الشيخ بغرض التعجيز، اسأل الشيخ بغرض العلم والزيادة. الرجاء لا تشغل نفسك بما لا يفيد، لا تحكموا أنفسكم على المشايخ. هذا الشيخ أعلم من هذا الشيخ، وهذا الشيخ أفضل من هذا الشيخ، وهذا الشيخ أتقى من هذا الشيخ، أبدا. خذ الخير منه واترك شره لنفسه. الآن هشام موجود، هشام يحسن في هذا العلم، خذ منه ما يحسن. يمشي هشام، يأتي الشيخ سيد شلتوت، خذ منه ما يحسن. يمشي الشيخ سيد شلتوت، يأتي الدكتور جمال فاروق، خذ منه ما يحسن. لكن الدكتور جمال أفضل من هشام، الدكتور جمال صار شيخ وهشام صار شيخ، أنت مين؟ فهمت كيف أفكر؟ هشام أفضل، الدكتور جمال أفضل. تعال، هذا دكتور له طلابه، وهذا له طلابه، أنت مين؟
دكتور جمال أفضل، الشيخ هشام أقل، ما فيش اعتراض، لكن أنت فين؟ فلا تشغل نفسك لا بهذا أعلم ولا بهذا أفضل، اشغل نفسك كيف تكون مثل الدكتور جمال أو على الأقل مثل هشام. فهمت يا ابني؟ أدي القضية، لا تنشغل بعيوب الناس، اشغل نفسك بعيوبك، فمن انشغل بعيوب نفسه كفاه الله عن الناس. دائما أنا أنصح لا تهتم بأمر خارجي إلا إذا كان فيه مصلحة دينية تقربك إلى الله، مالية تقربك إلى الدنيا في معاشك حتى تلتجئ إلى الله، تزيدك في شيء من الأشياء، غير كذا لا تهتم. أنا أمشي في الشارع وأجد مشاجرة، مولانا نعم، أنت تقوى على فض النزاع؟ أقوى، توكل تفضل، أنا لا أقوى امشي، أنا لا أمشي ولا أقوى على فض النزاع، لكني أقف أشاهد، ماذا استفدت؟ ده حال الفاشي، لا يستطيع حل المشكلة ولا يستطيع أن يترك المشكلة، هو يقف يتفرج على المشكلة لأنه فاشل، وضعه فاسد في المجتمع. فإما أن تقوم بالحل وإما أن تنصرف، لكن لا انصرف ولا حل، ولكن يقف يتفرج. المسلم ليس هذا، صح مولانا بتنجانه؟ صح، المسلم ليس هذا، المسلم إيجابي ليس سلبي، لكن إن لم أكن إيجابي فأفيد، على الأقل أبتعد وأترك من يقوم، لكن أنا واقف أتفرج تعمل إيه؟ رجل يموت والناس وقفة تشاهد، تشاهد ملك الموت يأتي، إما تحمله إلى المستشفى أو تتركه يتنفس. أدركت؟ إما نحمله إلى المستشفى أو نذهب نأتي بطبيب أو نترك حتى يتنفس، لكن الناس تقف كثير وينزلون، ينزلون إلى ماذا؟ ينتظرون ملك الموت. شكله إيه ملك الموت؟ يأتي لابس جلباب ولا يأتي لابس بدلة؟ يعني ملك الموت مصري ولا أندونيسي؟ يعني مش عارف هيجي بنفسه ولا يرسل نائب، يعني غير مفيد. لا تشغل نفسك بما لا يفيد، السؤال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. شوف شوف، يسأل سؤال جيد 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 جدا، يقول لك إيه؟ السماء التي نراها الآن دخان، يعني مكون من أكسجين؟ ربنا قال إن السماء من دخان، خلاص دخان يا مولانا وخلاص. طب هذا الدخان يعني يتحرك ولا لا يتحرك؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ شكل جبريل ماذا؟ ما الفائدة؟ سؤال أنا عايز أفكر. الإنجيل كم صفحة؟ ما الفائدة؟ التوراة كم كلمة؟ ما الفائدة؟ القرآن كم صفحة؟ ممكن أنت تحفظ القرآن، فاسأل دايما فيما يفيدك. الناس تريد الآن أن تتعلم علم السحر، ماذا يفيد؟ تريد أن تتعلم علم الفيزياء والكيمياء، ممكن يفيد. يريد أن يتعلم علم النحو، لازم يفيد. يريد يتعلم علم الفقه، لازم يتعلم علم الفقه. لكن أنا جاهل لا أفهم شيء في الفقه، لكني أذاكر معلقة أمرؤ القيس. تقرأ معلقة أمرؤ القيس ولا تقرأ نواقض الوضوء وأركان الصلاة أفضل؟ انتهي من الصلاة والوضوء واقرأ معلقة أمرؤ القيس. المشغول لا، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قول يا ابني. ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وارتحال، وهذا تعنت يعني شدة، شدة في السؤال. لو أنت عالم تجيب، أو يسأل أسئلة صعبة. مرة واحد يسأل سؤال في امتحان، كم عدد جنود الحرب العالمية
الأولى مثلا؟ فقال له 10 مليون. ماشي، اسأل سؤال تاني، ما اسمهم العشرة مليون؟ اسمهم ايه؟ والله لا امزح، سؤال صعب. من يسأل لا يعرف الإجابة، يعني من يسأل لا يعرف ليها الإجابة. ده سؤال ليس له فائدة، ده اسمه تعنت. الرسول صلى الله عليه وسلم أين نزل عليه الوحي؟ في غار حراء. ده ليس تعنت، ده علم. الرسول عندما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي قبة لونها ايه؟ الفائدة احمر ازرق اصفر، الفائدة؟ المهم نزل عليه الوحي. ما الايات التي نزلت؟ هذا هو المهم. قول يا ابني. وهذا يقبل العلاج، فيجب أن تشتغل بجواب السؤال، بل يجب عليك إجابته. إذا كان سيوصلنا إلى العلم وجب إجابته. فالثاني مما تدع وهو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا ومذكرا، لأن آفاته كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا. إذا الإنسان أرشد الناس إلى الخير وهو لا يعمل يحاسب مرتين، لما تقولون ما لا كبر مقتا. يا مولانا ما الذي جاء بك إلى النار؟ كنا نظنك في الفردوس الأعلى. قال كنت آمركم ولا آمر نفسي، وأنهاكم ولا أنهى نفسي، فاستحق أن يدخل جهنم من أوسع الأبواب. قول يا ابني. ثم تغيظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عز نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، فإلا فاستحي من ربك. جاء رجل إلى واضع علم النحو الثاني بعد سيدنا علي، أبو الأسود الدؤلي، أنشد أمامه: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيما. أبو الأسود بكى 3 أيام، وفي اليوم الرابع مات ودفن. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عيب. إذا فعلت عظيم. ظل يبكي ثم مات. المصيبة إن الشيخ مع الطلاب من الأولياء، وفي بيته من الأشقياء. إذا كان هذا حاله أسأل الله أن يتوب عليه. فهمتم يا أهل الله؟ رجاء يكون حالك مع الناس كحالك مع مين؟ لا تطيع الله في العلن وتعصيه في السر. عايز تدريب، كلنا نحاول نتدرب. اجعل ظاهرك مساوي باطنك، واجعل حضورك كغيابك. كن شخصا واحد لا تتلون، هنا تنجو من النار. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن الخصلتين. إذا ابتليت أن تكون واعظ، وكلكم ستكونون من العلماء وستكونون من الوعاظ، افهم نصيحة الشيخ حتى نتجنب الزلل. الأولى عن التكلف بالكلام بالعبارات والإشارات. يا سلام. أو السيد لكم
إذا نصحت الناس لا تنصح الناس ببلاغة وفصاحة، كلم الناس بما تفهم، لا تتكلم مع الناس بأسلوب صعب. الغرض من حوارك مع الناس أن الناس تفهم الدين، فكيف تكلمهم بطريقة لا يفهمون منها شيئا؟ إذن الغرض من المحاضرة سيؤدي إلى فساد، تضيع للوقت. تكلم مع الناس بأسلوب سهل. شيخ الشعراوي رحمه الله كان شاعر وكان أديب، وتخرج في كلية اللغة العربية سنة 40، وكان من أصحاب الفصاحة والبلاغة، لكن عندما يفسر القرآن كان يتكلم بطريقة يفهمها البواب، يفهمها الكناس، يفهمها الفلاح. ومن هنا صار الشعب كله يعرف الشيخ الشعراوي، وصار الشيخ الشعراوي عالمي. عالمي لأنه يتكلم في النحو أبدا، يتكلم في الفقه أبدا، لأنه فسر القرآن بطريقة جعلت أقل إنسان يفهمها. دي كرامة من كرامات الله له. قول يا بني القامة والأبيات والأشعار. لا تقسم من الأشعار الناس لا تفهم، لا تقسم من الكلمات الصعبة. شوف شوف شعر الإمام الشافعي يقول إيه، كلام جميل أوي. أمر على الناس بلا درهم، أمر عليهم شبه الملك. أمر على الناس، ده شعر، أمر على الناس بلا درهم بلا مال، أمر عليهم شبه الإيه، كأني ملك. الإمام الشافعي يمشي، الناس كلها تسلم عليه، تقبل إيده، وتصافحه كأنه ملك، وهو لا يملك في جيبه درهم، ليس مع جنيه. الكلام سهل ولا صعب؟ سهل. خاطب الناس بأسلوب سهل. الإمام الشافعي كان حجة في العربية. عارف إني حجة في العربية؟ يعني يستطيع أن يأتي بكلام عربي العرب لا تفهمه، ومع ذلك كان يتكلم بطريقة إيه؟ سهلة. فإذا ابتليت أن تكون واعظا، رجاء رجاء أن تخاطب الناس من غير بلاغة، من غير فصاحة، تكلم مع الناس بما يفهمون. قول يا ابني. لأن الله تعالى يبغض المتكلفين. يكره من النهارده المتكلف في الكلام، الناس تظن انه من العلماء، وعندما يشرح الشيخ باسلوب سهل الناس يظنوا ان الشيخ لا يذاكر، لا يحضر الدرس، ان الشيخ جاهل. لكن اذا تكلم بكلام الطلاب لا تفهمون، يقولون هذا اسلوب راقي، هذا اسلوب جزل، لغه عربيه فصحى، كلام اعوذ بالله. قل يا ابني. والمتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. كلام جميل. إن يتكلم وأنت لا تفهم شيء، اعرف أن قلبه غافل، لسه الله لم يرزقه الفتح. ومعنى التذكرة أن يذكر العبد النار والآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، وإذا فكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه. الغافل هو الذي يغفل عن ذكر الموت. لماذا يغفل عن ذكر الموت؟ يغفل عن ذكر الموت لأنه ينسى المصير، ونسيان الموت حب للدنيا، وحب الدنيا رأس كل ضلالة. لذلك على العاقل الرشيد يفعل ماذا مولانا؟ على العاقل الرشيد أن يتذكر دائما أنه سيموت،
فإذا تذكر أنه سيموت ارتاح. ارتاح ارتاح يعني ليس 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 في ليس في مشكلة. أنا أحب الدنيا ستموت. أنا أحب المال ستموت. أنا أحب النساء ستموت. يعني أحرم نفسي من المتع لأنني أموت؟ لا، افعل ما تشاء من المتع، ولكن افعل كل متعة تقربك إلى الله وتبعدك عن النار. أدي المصير. ولا تنسى نصيبك من كل، اشرب، العب، تزوج، افعل كل الأمر، لكن لا نريدك تفعل شيء يكتبه عتيد. أدي معنى ولا تنسى نصيبك من الإيه؟ الرسول إذا وجد لحم يأكل لحم، إذا لم يجد لحم قال الحمد لله. في حياته دنيا، دنيا، والدنيا عرض زائل. لذلك دائما تذكر نفسك بالنشأة، خلقت من تراب والمصير ستعود إلى تراب، ولن يبقى معك إلا العمل الإيه؟ هو الذي ينير طريقك إلى الآخرة. اعمل لدنياك بقدر بقاؤك فيها، واعمل للجنة بقدر مقامك فيها. الغافل هو الذي غفل عن ذكر الموت، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق. الموت يأتي بغتة، بغتة فجأة، والقبر هو الحصالة، هو صندوق العمل. عملك جيد قبرك في نور، عملك سيء قبرك في ظلام. قلنا ويتفكر فيما بين يديه من العقوبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة وكيفية حاله في قبر ملك الملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير. ملك الموت إن كان من أهل الجنة أخذه بأصبع من نور، أما إن كان استغفر الله جاءه في صورة ظلمة، عمل سيء. ملك الموت إن كان صاحبنا جيد أخذه بأصبع من نور، أما لا قدر الله أخذه بظلمة. ويهتم بحاله من القيامة ومواقفها، وهل يعمل عن الصراط سالما. إيه مواقف القيامة؟ البعث. لا، قبل البعث، من مات فقد قامت قيامته. أنت دخلت وبدأت في منازل الآخرة بمجرد الموت. أول منازل الآخرة إيه مولانا؟ الموت، قبر. إذا دخلت القبر منكر ونكير، بعد منكر ونكير إما جنة وإما نار، قبر إما روضة وإما حفرة. البعث إحياء الله الموتى من قبورهم، النشر تمشي إلى أرض الحساب، الموقف والحشر تقف، جاءت الموازين الحساب، وجيء يومئذ بجهنم، جاءت الحرارة والشمس تدنو إلى الإنسان. أهوال يوم القيامة من تارك الصلاة وتارك الزكاة وا 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 وا. ثم تعبر الصراط، إن كنت من أهل النار ستقع فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أما إن كان من أهل الجنة فهو يمشي على الصراط كأنه يمشي على جسر كبير في أمان. إيه هذا الأمان؟ ألا خوف عليهم ولا الحزن. مصيبة وقعت، الخوف مصيبة سوف تقع، فمن كان من أهل الله وحزب الله فهو أمان من أي مصيبة تلحقه أو مصيبة لحقته. ألا بذكر الله تطمئن. وهل يعبر عن الصراط سالما أم يقع في الهاوية. في كلاليب، في كلاليب تختطفه ملائكة النار. الهاوية وقع في الحفرة أسفل الصراط النار، فإذا شاء الله له أن يقع في النار وقع هوى. قالوا أن الأموات يسألون عن الأحياء، فإذا مات إنسان استقبله الأموات. ما أخبار فلان؟ فلان مات من عام. لم يأتينا، ذهب عند أمه الهاوية، يعني راح النار. شفت كيف يعرفون؟ يعرفون حال الأحياء من الأموات الجديدة.
فعندما يأتي واحد ويدخل الجنة يسألونه كيف أحوال فلان؟ قال فلان مات من عام. قالوا لم يأتينا، ذهب عند أمه الهوية، أي راح النار. ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبي ويزعجه القرار، وغايان هذه النيران وتوجه هذه المصائب يسمى تذكيرا. ذكر الناس بالموت، وذكر الناس بأهوال يوم القيامة، وذكر الناس في رحمة الله، وذكر الناس في العلم، وحبب الناس في لقاء الله. من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قول يا ابني. وإعلام الخلق وإطلاعهم على هذه الأشياء وتدبيرهم. يزاهد في الدنيا الإنسان عندما يطلع على المصير كله سواء يزهد في الدنيا، عندما يعرف أنه سيموت يزهد في الدنيا، عندما يعرف أنه لن يخلد يزهد فيها. فإذا زهد في الدنيا تاب إلى الله وأناب، إذا زهد في الدنيا علم أنه إلى القبر لا محالة، إذا زهد في الدنيا علم أن الدنيا مهما يجمع من مال إنه مفارق، هنا لا يفعل الحرام. فهمت؟ هو يسرق من أجل أولاده، أنت المفارق. هو يسرق من أجل أن يكون معه مال، أنت مفارق. لكن هو يصلي سيلقى الله، هو يصوم سيلقى الله، يتحرى الحلال سيلقى الله. قول يا سيدي. وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم وتوسلهم بعيوب أنفسهم لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس. كل الكلام ده تقرأه في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، وشفاء الصدور بأحوال الموتى والقبور لمولانا السيوطي، كتابين في غاية الجمال يعطوك الكثير عن هذا الكلام. التذكرة للإمام القرطبي وشفاء الصدور لمين؟ لمولانا السيوطي. قول سيدي. وتجزئهم تلك المصائب ليتداركوا الأمر الماضي بقدر الطاقة. خيركم من طال عمره وحسن عمله، شركم من طال عمره وساء عمله، سيحاسب كثير. التوبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، رواية 100 مرة. يا رسول الله كيف تستغفر وأنت بريء من الذنوب؟ قال أفلا أكون عبدا؟ قول يا ابني. ويتحسر على الأيام الخالية. يتحسر يندم، لكن الندم نوعين، يندم على التقصير في الماضي فيبكي وخلاص، هذا سيء، والندم الثاني يدفعك للأمام. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب عاصي يندم فيكون من الأولياء، ورب طائع يكون من أهل الرياء. اجعل أعمالك السيئة دافعة لأن تعمل أعمال الخير. علشان كده الرسول كان يستغفر صلى الله عليه وسلم، استغفر الله استغفر الله 100 مرة، يا رسول الله ليه؟ قال أفلا أكون عبدا؟ صفحة كم كده؟ كم؟ طيب. وهذه الجملة على هذا الطريق تسمى وعظا. تسمى وعظا. يا من ابتليت بالوعظ اعلم أنك في اختبار، والحل أن تكسر من النهاية والمصير. طيب نكمل إن شاء الله المرة الجاية. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك.